من ضمن الأسئلة، إيه أهمية الأبل ووتش ومهمة في إيه وبتنفع في إيه؟ أنا جبتها أول مرة وكنت متحمسة جدا، بس دلوقتي حاسة ملهاش أي لازمة، ولازم أغير كل النوتيفيكيشن أو إشعارات الموبايل عشان يجيلي نوتيفيكيشن على الساعة، وأنا موبايلي أصلا كله صامت. الأبل ووتش اللي أنا استخدمتها هي سيريس 8 أو الفئة الثامنة. الحقيقة إن الأبل ووتش حلوة عادة، الناس بتستخدمها في 3 حاجات. أول حاجة هي كمنظر شيك، خاصة الناس اللي بتبقى في البدل والحاجات اللي هي البدل، تلاقوا دايما رجال الأعمال والناس دايما بيلبسوا الأبل ووتش، خاصة الأسود الرابر والحاجات دي بتبقى شيك جدا جدا، فجزء مهم جدا من الإكسسوارات، وكمان أوفر من بعض الساعات الغالية. كذلك من ضمن الحاجات، تقول لا ده غالي، لا في ساعات اللي هي تسود دلوقتي بقى ب 20,000، دي 8 9 لو جابها مستعملة هتمشي الدنيا معاك. تاني حاجة، لو في ايدك شغل بتشوف النوتيفيكيشن على الساعة والاشعارات وبتقدر ترد على المكالمة او تعرف مين بعت لك ايه وفين، او تشغل تايمر او منبه بالاوامر الصوتية او بغيرها. الحاجة التالتة هي الفوائد الصحية، ودي نقطة مهمة جدا لانك عن نفسك بتتابع ضربات القلب المتلخبطة وبتبعت لك تنبيه لو عديت حد معين، كذلك بتتابع النشاط الرياضي خاصة لو انت حاطط تارجت يومي او اسبوعي، وفي حالات الطوارئ بتقدر تظبطها على رقم شخص قريب منك لا قدر الله لو حصل اي حاجة او وقع، وده بره كمان اقوى واقوى، ان لو الضغط بتاعه وقع او نبضات القلب او كده بيدي اشعارات، او لو هو وقع هتلاقي في فيديوهات وقع مثلا اتخبط، كل الحاجات دي من ضمن الحاجات اللي بتمثل فارق. هتحس بالمميزات دي لو انت بتستخدمها فعلا، انما لو جايبها كساعة هتكون زي قلتها وخليك في الساعات العادية. نصيحة تانية، لو معاك تليفون ابل هات ساعة ابل، وكذلك الايربادز وكل الحاجات دي، لانها عادة انت بتفقد المميزات لما بيبقى في حاجة مش موجودة ضمن حاجة، اما لو في حاجة انت بتعمل الساعة بتشوف الناس بترد على الموبايل وهنا بترد وهنا بتعمل، فبيبقى في سينكرونايزيشنز او تزامن ما بين كل هذه الاجهزة، وبالتوفيق بإذن الله.